السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مرة تانية أعزائي طلبة سكندري 2 ومع الفيزيكس في الفيرست تيرم، والحلقة التانية اللي بنكمل فيها الكلام اللي بدأناه في الحلقة الأولى وهو عن الويف موشن. يمكن المرة اللي فاتت بدأنا نناقش يعني إيه ويف، وبدأنا نتكلم عن إزاي بتطلع الويف أو هاو كان إذا سورس بروديوسز ويف، وبعدين قلنا ان العمليه بتبدا كلها نتيجه عمليه اوسيليشن او فايبريشن، يعني مفيش ويف ربنا خلقها في الدنيا كلها الا لما بتحصل قبلها عمليه اوسيليشن او فايبريشن. زي ما بقول لكم مثلا انا علشان انتوا تسمعوا صوتي لازم في حاجه اسمها الفوكال كوردز يعد عليها الهواء ويهزها بتردد معين او بفريكوانسي معين، فحضراتكم تسمعوا الصوت بالفريكوانسي ده. عشان اضرب على الجيتار اسمع صوت معين لازم اهز الجيتار بطريقه معينه وهكذا. يبقى ما ينفعش نلاقي في ويف الا لما بتحصل عمليه اوسيليشن او فايبريشن. قلنا ان في شويه حاجات مرتبطه بعمليه الاوسيليشن او الفايبريشن، زي الاوسيلاتري موشن معناها ايه، الكومبليت اوسيليشن، الامبليتيود، الفريكوانسي، البريدكت تايم. بعد كده اتكلمت عن التايبس اوف ويفز، ويمكن قسمنا الويفز لتو تايبس اللي هم الكتروماجنتيك ويفز وميكانيكال ويفز. بعد كده اتكلمت عن اشكال الويفز او الفورمز اوف ويفز، ترانسفيرز اند لونجيتودينال، يمكن ده كان ملخص الحلقه اللي فاتت. النهارده ستيل مع عمليه الاوسيليشن، يمكن انا حبيت اوضحها شويه بالرسم بتاعنا. ان انا في سلايد 1 زي ما انتم شايفين كده انا جايب سمبل بندلم باب ومعلقه بخيط، وكان سايبه يبقى ات ريست او ات ايكوليبريم عند البوينت بي اللي انتم شايفينها في النص. هبدا اخد البادي، موف ذا بادي اسايد ات بوينت اي واسيبه من ايدي. مجرد ما سبته بدا ينزل وسرعته تزيد تدريجيا لغايه ما اوصل للبوينت بي، ساعتها السبيد هتوصل ماكسيمم. هل بيقف؟ لا، ده بيكمل الناحيه الثانيه عند البوينت سي اند سو اون. فيمكن انا تاني برجع اكلمكم عن الفايبريشنال موشن، ان هي السيمتريكال موشن على البوث سايدز اوف ريست بوزيشن. الامبليتيود هي الماكسيمم ديسبيسمنت اواي فروم الريست بوزيشن، سواء من اي تو بي او من بي تو سي، كل واحده منهم اسمها امبليتيود. ان الاوبجكت لو عدى من اي تو بي وبعدين لسي وبعدين رجع من سي لبي وبعدين من بي لاي تاني، يبقى هو الراجل كده عمل وان كومبليت ويف او وان كومبليت اوسيليشن. يبقى عشان يعمل الوان كومبليت اوسيليشن لازم يعمل هاو ميني امبليتيودز، 4 ايكوال امبليتيودز، فهيعمل 4 ايكوال امبليتيودز. فكده بعد كده الفريكوانسي اللي هو النمبر اوف كومبليت اوسيليشنز ميد ان 1 سكند وميجرد ان هرتز، والبريدكت تايم اللي هو التايم اوف وان كومبليت اوسيليشن. يمكن هنرجع تاني، يمكن انا حابب ان انا استرس مره تانية على كل الكلام اللي انا قلته برضو بشكل اظرف شويه. يعني هنا كنت بعمل كومباريزون ما بين الميكانيكال ويف والالكتروماجنتيك ويف في سلايد 2. فلو زي ما انتم شايفين كده في سلايد 2 انا عملت تيبل بقارن من خلال 4 بوينتس. بنقول ان الميكانيكال ويف بروديوسد از ا ريزلت اوف فايبريتنج اوبجكت، بينما الالكتروماجنتيك ويف فايبريتس ديو تو فايبريشن اوف الكتريك اند ماجنتيك فيلد. ان الميكانيكال ويف ريكوايرز ا ميديوم تو بروباجيت، الالكتروماجنتيك دازنت ريكواير ا ميديوم تو بروباجيت. الميكانيكال ويف كلاسيفايد انتو لونجيتودينال اند ترانسفيرز، الالكتروماجنتيك ترانسفيرز اونلي. الميكانيكال ويف زي الويف ووتر ويف والساوند ويف، اما اللايت والاكس رايز والريدي ويفز فدي الكتروماجنتيك ويف. ننقل على سلايد نمبر 3. في سلايد نمبر 3 هنتكلم على الفورمز اوف ويفز اللي هي ترانسفيرز ويف ولونجيتودينال ويف. برضو حبيت احطهم قصاد بعض واعملهم ككومباريزون. الدايركشن بتاع البارتكل موفمنت از بيربنديكولار تو ذات اوف ذا ويف بروباجيشن دايركشن، ده في ترانسفيرز ويف، يعني حركه البارتكلز بيربنديكولار على حركه انتشار الويف، والاثنين عاملين رايت انجل ما بينهم انجل 90. بينما في اللونجيتودينال الاثنين ماشيين along each other، يعني الاثنين يعتبروا parallel لبعض. الويف لينث او طول الويف الواحده، وده اكسبريشن رمزنا له بالرمز لامدا، هو عباره عن distance between two successive crests or troughs.
بينما في longitudinal wave it is the distance between two successive centers of compressions or rarefactions. هنا it consists of crests and troughs, it consists of compressions and rarefactions. طيب تعالوا نشوف بوينت أخيرة في التشابتر، ويبقى كده تشابتر 1 يا جماعة خلص. أنا كده ناقشت كل الحاجات related للويف موشن، وهي السبيد اوف ذا ويف آخر حاجة. ما هي السبيد؟ تيز ذا ديستنس كفرد باي ا ويف ان 1 سكند، المسافة اللي تقطعها الويف في الثانية الواحدة، ودي ميجرد متر ان بير سكند. قال طيب تعالوا نشوف كده ان الديستنس اللي هتمشيها الويف بتساوي ايه. الديستنس اللي هتمشيها الويف ايكوال الويف لينث لامدا. لو حضرتك بصيت بعد علامه الايكوال هتلاقي رمز اسمه لامدا. اللامدا دي يا جماعه هي عباره عن الويف لينث او طول الويف الواحده. لو ضربته في النمبر اوف ويفز يديني التوتال ديستنس. افهمك بمثال بسيط جدا. حضرتك انا واقف عند البورد وقدامي حيطه اهي. لو اتمشيت، لو قلت ان في الافرج متوسط الخطوه بتاعتي نص متر، وتمشيت من هنا عند البورد لغايه النكس وول اللي قدامي، همشي مثلا 10 خطوات 10 ستيبس، الخطوه الواحده اتفقنا افرج الطول بتاعها نص متر. يبقى كده الديستنس اللي انا مشيتها كام؟ نص في 10 يطلع لي 5 متر. يبقى الديستنس اللي بمشيها بحسبها ازاي؟ طول الخطوه الواحده يعني طول الويف الواحده ملتبلايد في النمبر اوف ويفز يديني حاجه اسمها الديستنس. لو قسمنا الكلام ده هوت على التايم هيديني السبيد، يعني هقسم الديستنس على التايم يديني السبيد. فبناء عليه هشيل النمبر اوف ويفز على التايم وهكتبها فريكوانسي نيو. من هنا خرج لي قانون خاص بالويفز بيقول ان الفي ايكوال لامدا نيو، الفي ايكوال لامدا نيو. طيب لو جينا نبص على السلايد نمبر 5 هنلاقي ان انا حاطط بوينتس مهمه جدا جدا جدا، وانت بتشتغل في الويف بصفه عامه لازم تحطها في دماغك. البوينت الاولى ان الويف في نفس الميديم، ها في ساوند ويفز كثيره جدا، يعني صوتي وصوت حد تاني وصوت راديو وصوت عربية ماشية، دي كلها اسمها ساوند ويفز، كلها بتتسمع في الاير، يعني الميديم مشترك. ايه الشيء اللي يختلف ما بين صوت حد والتاني؟ صوت رفيع ها وصوت تخين. رفيع يعني هاي فريكونسي، تخين يعني رف يعني شارب يعني سوري يعني رف فريكونسي يعني عنده فريكونسي قليل. اللي عنده فريكونسي قليل عنده ويف لينث طويل، واللي عنده هاي فريكوانسي عنده شورت ويف لينث. يبقى الويف لينث والفريكوانسي علاقتهم بايه؟ ها ببعض، في نفس الميديم انفرسلي. يبقى الويف اللي عندها هاي فريكوانسي عندها شورت ويف لينث اند فايس فيرسا. ولكن تتفق جميع الويفز ان عندها نفس السبيد، كلها بروباجيت وذ ذا سيم سبيد. الحته اللي بعد كده ان الويف لو سافرت من ميديم دخلت ميديم تاني، انا بتكلم وقدامي مثلا الميه بتاعت البسين، فالساوند ويف مشيت في الاير وراحت داخله في الووتر، الووتر بارتكلز زحمه عن الهواء، فهل السبيد اوف ويف هتبقى سبيد اوف لايت او سبيد اوف ساوند وات ايفر نوع الويف هيفضل هو ماشي بنفس الطريقه؟ لا، البارتكلز لما غيرت الدنس بتاعتها اكيد سرعه الويف هتغير السبيد بتاعتها. يبقى السبيد هتتغير، الويف لينث هتتغير، ولكن يظل الفريكوانسي ثابت. اما البوينت الاخيره ان الساوند هو اللونجيتيودنال ويف الوحيد عندنا، لكن الويفز في السترينج هي ترانسفيرز ويف، والاثنين ينتموا لعائله الميكانيكال ويفز. دي كانت ملحوظات هامه جدا. يمكن في سلايد 6 حابب بس كده نعمل زي تشيك اب سريع على اللي احنا قلناه النهارده، فاعمل لكم ثلاث اسئله تشوز. فبيقول لي all the following waves are electromagnetic waves except، يعني كل اللي جاي ده electromagnetic wave ما عدا واحده بس، اللايت الليزر راي الساوند الجاما ريز. متهيألي كلكم عرفتوا مين اللي مش electromagnetic wave، طبعا هو الساوند ويف. طيب السؤال الثاني بيقول all the following waves are medium is required to propagate، يعني كلهم عايزين ميديم ما عدا حاجه واحده بس.
الساوند، الووتر، الويفز بروباجيتد ثرو سترينج، والليزر راي. يمكن انتوا لاحظتوا ان انا عملت سكاب للليزر وقلته في الاخر عشان اقول لكم ان هي فعلا دي الاجابه الصح، ان الليزر الكتروماجنتيك ويف سو ات دازنت نيد ا ميديوم تو بروباجيت، ات كان بروباجيت ثرو فاكيوم اور سبيس. ذا لاست كويستشن از all the following waves are transverse waves except wave of، كلهم transverse ما عدا الwaves في string، sound and air، الwater waves، light waves. فالإجابة هتكون طبعا sound wave، لأن قلت لكم أن sound wave هو الوحيد longitudinal wave. في الختام أقدر أقول أن احنا إن شاء الله كده خلصنا chapter 1، وأرجو إن شاء الله أن احنا نكون فهمنا محتوى هذا الchapter. أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله، ومع بداية chapter 2. إلى اللقاء.